الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر التي فازت من سباق إلى ثلاثة سباقات متنافسة على جائزة محمد بن رشيد بن قماع رحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، مسافة إلى 1200 متر ومقدار الجائزة 66 ألف ريال. نافع بدأ الانطلاق في المركز الأول الآن، وجرسام من الداخل ثانيا، والمحاولات أيضا من الخارج، وشاهد لعيون رعبوب على ما يبدو نجم، والثاب أيضا في المركز الثالث. المنافسة المثيرة تجاوز علامة 600 متر، الاقتراب من 400 متر الأخيرة والخط المستقيم. نافع يقود هذه الجياد والأفراس مشاهدينا الكرام في المركز الأول. المحاولات تأتي أيضا من عساس للمركز الثاني من الداخل، عساس يتقدم ونجم والثاب من الخارج، فيما نافع يتقدم بكل قوة مع 200 متر الأخيرة. محاولات للدخول أيضا من ينساب للمنافسة، ينساب يأتي من الخارج للمركز الأول، ينساب ومن الداخل عساس سيدا، والدخول يأتي من أشنان للمفاجأة الكبيرة على خط النهاية. أشنان إذن